ثواني بس عشان نشوف حرامي النت ده. صعكا يلا رجوه بقى جامد. الزنة اشتغلت في ودانك ولا لسه؟ الزنة اشتغلت في ودانك؟ لا لا ما تخافش، مش هتخلع لما تطلع فوق خالص. زي ما انتوا شايفين الاستاذ رجب طلع على شبكة موبينيل بيستغلها اسوأ استغلال، هيركب نانو بريدج. الكهرباء اسلم شغال شغال. يا نهار ابيض، والله هتوحشني، والله هينظفونا. هننظف. هو يا جدع كفايه انه يبص بس للشكل كده من فوق. رجب سرحان بشحمه ولحمه في اللحظات الاخيره. هو باين لي حاجه سودا كده فوق. ايه جنب السيكتور؟ اه انا حاطط اصلا شبكتي هنا اهي، في هنا ليا سيكتور، السيكتور مغطيه المكان اللي ورا ده كله تمام، في ليا بيكو ده البيكو برضو مغطي المنطقه دي، وشبكت التانية هناك برضو على برج، عند برج فودافون وموبينيل التاني اللي هناك ده. ايوه ده نفيس ده لسه عايزه عايزه يا راجل، نفيس اللي وقع، نفيس اللي وقع عايزه. رجب مركب نانو ستيشن ام 5، هنفكه وهناك ركب نانو بريدج بينقل من الصنانية هنا الشطة. معكم المعلق شيري. وده طارق ملوش لازمة خالص. السلك النص ابن عمي. هو نزل اهو، احط لك فدايا يا رجب. طلع ايه بعد كده؟ ها؟ طب والنفاذ والصوامات؟ النفاذ البلاستيك معايا، النفاذ بتاعته بتاعت البريدج. طلع فين؟ وبعد البنسة. ساكا المعلم فوق يا جدعان. ما انا قلت ان النانو ستيشن مش هيظهر، لحطت لهم طبق ما شاء الله، بيقول لهم انا اهو. بتوع موبينيل هيطلعوا يقولوا لك ايه اللي بيحصل ده، هنقول لهم رجب نيل. ما عادش فودافون بقى، رجب نيل. انت عارف اللي احسن بقى؟ العمارة اللي وراك اللي اتبنت جديدة دي اطول من ده كمان. لا لسه ما عرفتش الناس اللي فيها، اوزع لهم نت واروح لهم. احنا ورانا ايه؟ راح ادي له وصلة نت يقول لي حبيبي العمارة واللي فيها.
نعم يا اخويا. اربع لمبات بتوع ايه؟ النانو ستيشن. مقفل. لا يستهلك كهرباء كتير بقول لك. على حسب، اللمبه الاخرانيه هي اللي بتستهلك 4 فهرنهايت في الثانيه. حسب حراره الجو برضو. ايه ده رجب راح فين؟ ايه رامي اسمه ايه؟ طيب قول له قدامنا ساعتين شغل ولا قدامي ساعة شغل. ازيك يا باشا؟ ازيك يا استاذ ايمن؟ ليه كده؟ اللهم اجعله خير. عايز تسحب يا رجب بقى؟ اسحب. لا يا عم، لا ما اعرفش والله انك جاي. ايمن انت؟ انت اللي هتاخد الراوتر بورد 1100. طيب هي الراوتر بورد عندك، بس انا معلق رجب في منطقة ما، هخلص وهاجي لك. ايه الشعر ده؟ اللي السعر. زعلان يا راجل فعلا. انا قايل 4250. الراجل ده محترم. طيب يا معلم، حاضر هخلص والله، هخلص واجيب الواد اللي انا حاطه فوق ده وانزل لك. ماشي يا معلم. نانو ستيشن ماشي كده كده. الحاجة عندك في نانو ستيشن في المحل، هوريهولك. ماشي ماشي، شفت شايف. ماشي، اصل انت اصلا. ماشي حاضر، هخلص والله واجي لك. حاضر ماشي يا باشا. سلام سلام. لا ده طلع راجل طيب يا عم. انت رجع الساحة. الراجل بتاع طنطا جه يا رجب. هو ايمن؟ زينا زي موبينيل بالظبط، هو نفس الطبق. بص شوف الطبق ده زي الطبق ده بالظبط، ما فرقناش حاجة. الطبق ده متنجد في وشه بس، يعني ده انا لو نجدته هي هي. انزل عشان تنسى ما خالتي بتسلم عليك. انا اشتريت شريحة رجب فون يا رجب، عايزها تشتغل بقى. جبت شريحة رجب فون فون من عيل اللي بتاع السنونية كلهم، ان الشبكة النهاردة هتقوى. رجب بيطلع صورتك كده مكان موبينيل. ايه ده الهري ده في تليفون انا؟